وداعا استخدام السخان الكهربائي طول الشتاء بحيلة منزلية وفكرة ما جاتش على بالك قبل كده. هتوفري فاتورة الكهرباء ومش هتستعملي السخان الكهربائي طول الشتاء بحيلة وفكرة معظم الستات ما تعرفهاش. انا سمر ودي قناتي، اتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. الفيديو بتاعنا مليان افكار ان شاء الله هتعجبك وهتخرجي مستفادة. اتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو لان الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم. ونيجي بقى لأول فكرة معايا، لو عندك بقى هموش كده في البيت أو ناموس ودبان ومش عندك أي حاجة عشان تتخلصي منه، هقولك على طريقة وفكرة حلوة قوي عشان تتخلصي منه. كل اللي عليكي هتجيبي شمعة وهتجيبي عصاية الشيش طاووق ونص ليمونة. هتحطي النص ليمونة في العصاية زي ما أنا بعمل كده وهتولعي الشمعة، وبكده هتقدري تتخلصي من اي هموش واي ناموس عندك طول الشتاء. وكمان لو عامله سمك او ريحه الشقه كده مش كويسه هتعطريها بحاجه موجوده عندك في البيت ومش مكلفه خالص. كل اللي عليكي هتجيبي شمعه ونص ليمونه وتعملي الفكره دي، بجد هتعجبك جدا وهتستفادي منها. هتعطرلك المطبخ وكمان هتقضي على الناموس بحاجة مش مكلفة خالص. هتقدري بقى تعطري شقتك وكمان تقضي على الناموس. اتمنى تجربوها لان بجد الفكرة حلوة قوي ومش مكلفة خالص وهتجيب معاكي نتيجة حلوة قوي. وتاني فكرة معايا، هاتي بولة وعصري فيها عصير نص ليمونة كده زي ما احنا شايفين كده، وهاتي ربع معلقة من البيكنج باودر أو البيكربوناتو اللي عندك اعملي بيه زي ما احنا شايفين كده، رشة بسيطة جدا. تعالي اقولك بقى الفكرة دي هتفيدك في ايه. الفكرة دي بقى لتفتيح وتنعيم. طبعا الشتاء داخل علينا وايدك هتلاقيها كده على طول ناشفة، وكمان من غسيل مواعين هتلاقيها مش فاتحة وناشفة معاكي كده. هترطبيها بحاجة سهلة جدا وتفتحيها كمان بحاجات موجودة في البيت ومش مكلفة خالص. هتقدري بقى تستعملي رشة من البيكنج باودر او رشة من البيكربوناتوم وعليهم عصير نص ليمونة زي ما انا عملت كده. بجد النتيجة هتعجبكم جدا، تفتيح وترطيب من اول استعمال. بص النتيجة، اتمنى تجربوها، بجد النتيجة حلوة قوي. بجد فكرة حلوة قوي ومش مكلفة خالص، أتمنى تجربوها. ونيجي بقى لتالت فكرة معايا، هاتي نص ليمونة واربطيها كده على الحنفية بتاعتك ومش هتصدقي النتيجة. لو عندك بقى المية كده بتنزل طعمها مش كويس وكمان فيها ريحة مش كويسة، بالحركة دي هتسيبيها كده طول الليل وبعدين تشيليها، هتلاحظي ان الميه ريحتها حلوه وكمان بقت تنزل نضيفه عندك. اهم حاجه تسيبي النص ليمونه كده ليله كامله وبعدين تشطفي بقى الحنفيه بتاعتك وهتلاحظي الفرق. اتمنى تجربوها لان برضو الفكره حلوه قوي ومش مكلفه خالص. ونيجي بقى للفكره اللي بعد كده، لو عندك الفوط بتاعتك متسخه كده ومش راضيه تنضف وفيها دهون صعبه، هقولك على فكرة حلوة قوي هتقدري تنضفيها بيها. اول حاجة هتجيبي البولة بتاعتك، اي طبق كده هتغسلي فيه وتحطي فيه مية مغلية وتحطي في الطبق معلقة من البيكربوناتو او معلقة من البيكنج باودر، انا عايزة حوالي ربع معلقة بس في المية السخنة كده، وتدوبيها كويس جدا. وتنزلي عليها وهتنزلي بقى بالفوط بتاعتك كده في المية المغلية اللي احنا حطينا عليها رشة من البيكربوناتو وعصير نص ليمونة. انا ضفت كمان عليهم معلقة كبيرة من الصابون بتاع المواعين. هتحطي بقى الفوط فيهم كده وتسيبيها، اهم حاجة ليلة منقوعة فيها،
وهتشطفيهم بقى تحت الحنفية وهيبقوا زي الفل معاكي، وكل البقع الدهون اللي فيها تتشال. ونيجي بقى للفكرة اللي بعد كده، لو عايزة بقى تستعملي عصيان الشيش طاووق كده قبل ما تستعمليهم علشان ما يتحرقوش معاكي على النار، هقولك على فكرة حلوة قوي. هاتي ازازة ومليها كده مية وحطي فيها العصيان اللي هتستعمليها في الشوي تاني يوم، وهتحطي عليهم معلقة كبيرة من الخل. زي ما احنا شايفين كده، وهنضيف عليهم نقطتين بالظبط من الزيت. وهتسيبيهم بقى منقوعين في المية كده، تقدري تنقعيهم بقى ليلة، وتقدري تنقعيهم قبل الاكل بحوالي ساعتين، يعني قبل ما تشوي بساعتين تقدري تعملي الفكرة دي. وبكده العصيان مش هيتحرقوا معاكي على الشواية. بجد الفكرة حلوة قوي، اتمنى تجربوها. ونيجي بقى للفكرة الاساسية بتاعت الفيديو، هي وداعا لاستخدام السخان الكهربائي طول الشتاء، بحيلة وفكرة ما جاتش على بالك قبل كده، معظم الستات ما تعرفهاش، وهقولك ازاي توفري في فاتورة الكهرباء طول الشتاء ومش هتقيدي السخان بتاعك خالص. كلنا طبعا عندنا كولمان، الكولمان بتاعك بقى زي ما بيحفظ درجة الحرارة الباردة بيحفظ درجة الحرارة السخنة. لو الكولمان بتاعك بقى فيه الخاصية دي وهيحفظ عندك درجة الحرارة وهي سخنة، هتجيب الكاتل بتاعك وتغلي فيه مية، هتجيبي بقى الكاتل بتاعك وتغلي فيه مية كده، وتحطين حوالي نص الكولمن، والنص التاني هتبقى مية عادية جدا من الحنفية. وبكده هيبقى الكولمن بتاعك في مية سخنة ايديكي تقدر تستحملها، وكمان هيحفظ بقى درجة الحرارة لغاية ما المية اللي فيه تخلص خالص، هتقدري بقى تستعملي الكولمن زي الحنفية بالظبط. كل بقى ما تعوزي تغسلي ايدك او تستعملي مية سخنة هتستعمليها من الكولمن، وبكده مش هتقيدي السخان بتاعك خالص، وهتوفري في فاتورة الكهرباء. بجد الفكرة حلوة قوي، اتمنى تجربوها، فكرة موفرة وهتقدري تستعمليها طول الشتاء، وهتستغني عن السخان الكهربائي خالص، مش هتقيديه خالص، وهتستعملي الكولمان بتاعك وهيكفيكي اليوم كله من غير ما تستعملي السخان بتاعك خالص. هاتي برطمان فاضي تكوني معقماه كويس جدا، حطاه في مية مغلية او على بخار مية ومنشفاه كويس جدا، وبعدين هاتي بقى كمية النعناع بتاعتك. اهم حاجة تكوني غسلة النعناع كويس جدا. هتجيبيه بقى وتحطيه في البرطمان بتاعنا ده، وتعالي بقى عشان اقولك الفكرة بتاعتنا عبارة عن ايه. هتضيفي عليها مية مغلية كده، هتملي البرطمان كله بالمية المغلية زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هتضيفي عليهم عصير نص ليمونة، انا ضفت كمان القشر بتاعها كده في المية المغلية مع النعناع، وبعدين هضيف لهم بقى معلقة صغيرة من الجنزبيل. طبعا لو عندك جنزبيل فريش هتكون الوصفة افضل، بس لو مش عندك زي كده هتضيفي جنزبيل بودر بيتباع عند اي عطار، هتضيفي معلقة صغيرة كده، وهتسيبيهم بقى في البرطمان لغاية ما تبرد معاكي. عايزة اقولك بقى الوصفة دي تحفة جدا، لو عندك بقى اطفالك بتاعي على طول الوصفة دي بقى لزيادة مناعة الاطفال وتحسين عملية الهضم، وكمان هيخلصك من الكرش. بجد الفكرة حلوة قوي، اتمنى تجربوها. هتسيبيها بقى تبرد خالص معاكي، وبعدين تحطيها في التلاجة، هتحتفظي بيها في التلاجة، وتقدري تاخديها كده او تديها لاولادك الصبح وتحليها بمعلقة عسل نحل. بجد عطار قال لي عليها واستفدت منها، قلت لازم افيدكم كمان.
أتمنى بقى تكونوا استفدتوا من الأفكار اللي قدمتها في الفيديو بتاعي النهاردة، وأشوفكم في فيديو تاني بأفكار تانية إن شاء الله.